معاك نقطة مهمة جدا كان يتكلم فيها محمودي وانا واقف عندها كتير. هو التعصب دايما اول جملة بتتقال الاعلام هو السبب التعصب في كرة القدم او في الرياضة عموما. وفي حقيقة الامر ان احنا الاعلام المصري بكل ما فيه يعني من تنوع وبرامج وقنوات وافكار عمره ما يكون هو الاساس في التعصب. وعندي اسانيد جدا مثلا في انجلترا والناس اللي بتتابع يعني قنوات بره في انجلترا هتلاقوا مثلا ريو فيرناند مثلا بيبقى في ماتش مانشستر يونايتد وهو طالع يحلل بيقوم يحتفل ويتنطط. ليفربول من سنتين لما كسب الدوري عملوا فيديو في احدى القنوات الانجليزيه وكانوا بيتريقوا فيها على جاري نيفل اللي هو نجم مانشستر يونايتد وجيمي كاراجر نجم ليفربول بيتريق عليه. لو الكلام ده اتعمل عندنا هنا على طول بسرعه هتقول ايه التعصب ده وانتوا كده بتزرعوا تعصب وانتوا كده بتعملوا تعصب. رغم ان انجلترا واعلامها وصحفيها المفروض يعني ان هي مش احسن حاجه ومش اسلك حاجه يعني بس الناس متقبله ده. بقول الكلمتين دول ليه؟ عشان انه انت الاصل، انت المتلقي، انت الاصل في كل ده، انت اللي بتحرك كل شيء، انت التعصب عندك وانت التعصب ممكن ما يبقاش عندك. طيب عشان ما يبقاش التعصب عندك المفروض يحصل ايه؟ المفروض اللي بقى اللي كان بيقوله محمود ده بالظبط انه الرياضه كره القدم هو جزء ترفيهي مهم في يومك تستمتع بيه تتخلص بيه من ضغوطات الحياه تستمتع وانت بتتفرج على ساعتين من المباراه. معظمنا جيلنا او الجيل اللي قبلينا كانوا بيجمعوا الاسره والاصدقاء في البيت والفشار والعصير ويستمتعوا بالمباراه. تكسب تخسر هي بتبقى ساعتين مهمين جدا. احنا بقى اللي حولنا الساعتين دول لخناقه ومشكله وازمه وعصبيه وتلقائيا عشان ما تحسش ان انت السبب او انت اللي عندك المشكله بتروح لاطراف بقى تقول والله الاعلام هو السبب، والله التحكيم هو اللي عنده مشكله، والله اللي بينظم الكوره اللي عنده مشكله. حتى لو كل دول عندهم مشكله فرضا كل دول عندهم مشكله تخلص من كل ده. انت كشخص قول انا في الساعتين بتوع المباراه انا هطلع اتخلص من ضغوط الحياه.